يا مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اخبارنا اللي بنتابع فيه اهم اخبار نادينا الزمالك والاخبار المحليه واكيد طبعا الاخبار العالميه. وزي عادتنا كل يوم بنبدا حلقتنا باهم العناوين. الزمالك وزد فوز هام. جوميز يفوز بالرهان. باريس 2024 الأمال مستمرة. كابتن محمد جمال في ضيافة أخبارنا. أما عن موضوع حلقتنا النهاردة وكالعادة يهمنا جدا نعرف رأي حضراتكم عنه ومنتظرين إجاباتكم، هو رأي حضراتكم في فوز الزمالك على زد في بطولة الدوري. يا مساء الخير على كل جماهير نادي الزمالك في كل مكان، جمعة مباركة عليكم جميعا. في البداية طبعا ببارك لكم بالفوز امبارح على زد، مباراة كبيرة لعبها فريقنا قدام نظيره زد وانتهت الحمد لله بفوز نادي الزمالك بهدف دون رد سجله محمد عاطف. والحقيقة ان الهدف كان ولا اروع، هدف حلو جدا جدا سجله محمد عاطف. طيب لو جينا بصينا كده لمباراة امبارح او مواجهة امبارح هنلاقي انه يوم ورا يوم دايما فكر المدير الفني هو دايما اللي بيثبت انه صح، انه مهما كان احنا لينا اراء فنيه، مهما كان لينا احنا حاجات او اراء عكس المدير الفني، هو يا جماعه دايما ليه وجهه نظر. انا شفت ان جوميز كان صح او بيثبت لنا مع الايام اللي فاتت انه كان صح، او مع المباريات اللي فاتت انه كان صح، على الرغم من ان هو تعرض لكم كبير من الهجوم خلال الفترة الأخيرة، كم كبير من الهجوم يخليه يتراجع عن فكرة الدفع بالناشئين دي أصلا تماما. ولكن الحقيقة فكرة أن أنت مرة واحدة تقول أنا هريح لعبتي الأساسيين وأنا عايز بالتعاون طبعا مع كابتن بدر حامد، أنا عايز أدي فرصة للعيبة الشباب واللعيبة الناشئين وكمان للعيبة البدلاء ان هما دول اللي هيلعبوا بشكل اساسي. وقد يبدو ان القرار ده قرار سهل، ولكن طبعا هو قرار صعب جدا وشفته خلال المباريات اللي فاتت لانه لاقى هجوم كبير جدا، خصوصا ان النتائج ما كانتش احسن حاجة، يعني تعادل وخسارة، وجوميز تعرض لضغط كبير جدا والناس كلها وقتها طلبته. يعني كنا كل ما نكلم مثلا او كل ما يكون معانا مداخلات هاتفيه من الكباتن او من النقاد الرياضيين فكانت الناس بتقول انه لا، الناس كلها بتطالب بمشاركه اللعيبه الاساسيه عشان ما ينفعش نادي الزمالك طبعا وحقهم يتعرض للخساره او التعادل قدام انديه بطوله الدوري. ولكن لو جيت دلوقتي بقى فكرت في اللي بيحصل في الوقت الحالي هتلاقي ان الحقيقه هو كان ليه فكر مختلف تماما، انه كان بيريح اللعيبه الاساسيه، لان هو عارف كويس جدا ان انت عندك تلاحم للمواسم، فهو عايز يدي فرصه لعيبته لالتقاط الانفاس وللراحه عشان انت عندك بطوله مهمه جدا وهي السوبر الافريقي، وهو يعني يعلم جيدا قد ايه البطوله مهمه جدا 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 لجماهير نادي الزمالك، زي بالظبط بطولة الكونفدرالية. ده اللي احنا كنا عاملين حسابنا عليه، انه كونفدرالية وان انت عندك سوبر افريقي وبتنافس في الدوري. طيب زاد الامر صعوبة مش بس على الزمالك الحقيقة ولكن على كل فرق الدوري. ايه اللي حصل؟ اتحاد الكرة اعلن اقامة بطولة كاس مصر بعد انتهاء مباراة الدوري مباشرة، فانت ما عندكش اي وقت الحقيقة للراحة تماما. فهنا جوميز يكسب الرهان ويرفع الراية كده ويقول لك الحقيقة ان هو صح خلال المباريات اللي فاتت، وان الراجل كان عنده وجهة نظر او كان عنده بعد نظر وشاف كويس جدا ان كل الاساسيين لازم يرتاحوا، خصوصا
ان الزمالك خلاص فقد الفرصه ان هو ينافس طبعا على بطوله التتويج ببطوله الدوري، وخلاص انت ضمنت مقعد المشاركه في بطوله الكونفدراليه الافريقيه، ومن هنا اصبحت مباريات الدوري يعني بلغه الكره كده او زي ما بنقول كده خلاص هي ليس لها يعني قيمه، لان خلاص انت مش هتفوز بالبطوله مهما حاولت مهما جبت من نقاط، يعني مش هتلعب غير في الكونفدراليه. فالناس كانت وقتها بتزعل بقى من حاجة تانية، انه طب خلاص انت حتى لو مش هتقدر ان انت تنافس في البطولة، بس انت انا محتاج انك انت تحسن موقفك، تضمن ان انت اكيد طبعا خلاص تشارك في الـ في الـ في, الـ في الكونفدرالية، بس انا برضو محتاج انك ما ينفعش الزمالك يكون مثلا في المركز سادس وسابع الدوري وانا معاكم. اكيد طبعا ده بالنسبه لي برضو حاجه، انا طبعا كواحده من جمهور نادي الزمالك حاجه انا اكيد مستحيل اقبلها، اكيد عايز الزمالك يكسب، واكيد عايز الزمالك يكسب كمان الثلاث نقاط، واكيد عايز الزمالك يحسن موقفه في جدول ترتيب الدوري. دلوقتي عايز افاجئكم ان الزمالك الحمد لله في المركز الثالث بجدول الدوري، وهي برضو نتيجه غير مرضيه. الزمالك المفروض يكون متوج بالبطوله، ولكن خلينا نقول انه الموسم ده من عمر بطوله الدوري يعني عموما خلاص يعني هننساه، ولكن الموسم القادم ان شاء الله بالسكواد اللي هيكون معاك بالتيم اللي هيكون معاك بكل الظروف ان شاء الله اللي هتكون محيطه بيك هتكون افضل كتير، والدنيا معاك هتكون احسن كتير، خاصه ان انا بشوف ان دلوقتي او الظروف مع نادي الزمالك دلوقتي تطورت بشكل كبير جدا وتحسنت بشكل كبير جدا، فتقدر الموسم اللي جاي ان انت تعدله بشكل احسن وتنافس على البطولات بترتيب افضل بخطط احسن، ان شاء الله تبقى بطولة الدوري السنة الجاية او الموسم الجاي يعني من نصيب ان شاء الله نادي الزمالك. فانا عارفة ان النتائج الموسم ده كانتش عاجبه طبعا الناس، الاساسيين كانوا غايبين عند اغلب المباريات، ولكن خلينا نقول ان باختصار جوميز يا جماعه كسب الرهان، جوميز خليكم واثقين فيه، جوميز يا جماعه مدرب كبير جدا، مدرب عارف بجد وبيعمل ايه كويس جدا، الراجل جاي وعارف ان هو مهامه الاول بالنسبه له ان هو يكسب كونفدراليه، وقدر ان هو يحقق المطلوب، هو عارف بيعمل ايه كويس جدا، الراجل رايح اللعيبه الكبار ادى فرصه للعيبه الناشئين وكسبنا منهم لعيبه، محمد عاطف امبارح وبعد كده والشناوي حارس المرمى، ولسه لعيبه كتير على فكره، ومحمد السيد، عمار ياسر، رفاعي يا جماعه لسه، وايشو، احمد مجدي، كلهم على فكره هتلاقوا قطاع الناشئين ده على فكره داخل نادي الزمالك يعني بجد منجم ذهب. وعايز اقول لكم على حاجه، انت كسبت في المباريات اللي فاتت وجوميز كسب، ووفرت على نفسك كتير الفتره اللي جايه، واديت فرصه للبدل اللي معاك انهم يشاركوا في المباريات، عشان كده بلاش الحكم على جوميز، لان شفت في الاخر خلاص هو راجل قدامنا كده، هو صح هو قدر يقيمهم، وخلال المباريات اللي فاتت هو قدر يقيمهم وقدر يحدد احتياجاته، وهو المدير الفني وقدر يشوف مين اللعيبه اللي مش هتفيده ويقول لهم خلاص كده لحد كده شكرا. وبكده انا شفت جوميز يعني ضرب خمس عصافير بحجر واحد، رايح الاساسيين وصل لافضل مركز في جدول الدوري، حدد احتياجاته، ادى فرصه للشباب الناشئين، وقيم البدلاء بشكل صحيح وسليم، فهو كده خلاص حدد كل حاجة هو محتاجها الموسم ده، وابتدى خلاص يستعد للموسم الجديد وللسوبر الإفريقي والكاس مصر كمان. طيب عايز أروح معاكم لنقطة تانية مهمة جدا برضو، أكيد طبعا تخص الزمالك، وإحنا عندنا مباراة مهمة جدا يوم الأربعاء اللي جاي أمام طلائع الجيش في بطولة الدوري. طيب لحد كده مفيش مشاكل، مباراة الساعة 5:30 كل ده تمام تحصل، لحد كده ما فيش اي حاجه. طيب اللي احنا معترضين عليه او ايه اللي المفروض ما يحصلش، انه زي ما احنا قلنا ان الزمالك خارج المنافسه على البطوله وخلاص يا جماعه، احنا عدناها كتير وقلناها كتير، الزمالك خارج بطوله الدوري، وطلائع الجيش برضو خارج المنافسه وعلى مراكز الهبوط، اذا المباراه دي غير مؤثره تماما، يعني بصوا ما لهاش اي مصير،
يعني ولا هي مؤثره هنا ولا هي مؤثره هنا ولا هي مؤثره اصلا على اي فريق تاني في فرق الدوري. مباراه عاديه جدا. طب انا ليه العب في التوقيت ده؟ يعني انا ليه العب الساعه 5؟ انا ليه العب في درجه حراره 40؟ يعني ايه اللي جابرني؟ يعني ليه التوقيت الصعب ده؟ ليه انا بالذات اتحط في التوقيت الصعب ده؟ طيب محتاجه مبرر الصراحه ومش لاقيه. الجهاز الاداري لنادي الزمالك خاطب رابطه الانديه انه يا جماعه التوقيت ده غير صالح ان احنا نلعب فيه، وانه يا ريت ناجل ميعاد المباراه. ما بقولكش ناجل اليوم، بقول لك لا، طلب تغيير موعد المباراه بسبب ارتفاع درجه الحراره. كفايه ضغط المباريات علينا، كفايه ضغط المباريات، وكفايه التحام المواسم. ما يبقاش كمان الحر علينا وكمان العب الساعه 5:30. بقول لك مباراه مش مؤثره، وكمان يبقى ضغط بدني رهيب بيتعرض ليه اللعيبه عندي، والعب كمان في التوقيت ده الساعه 5:30. الزمالك خاطب رابطه الانديه مره واثنين وثلاثه واربعه، مفيش رد، محدش بيرد علينا. لو سمحت احنا عايزين نغير ميعاد المباراه، لو سمحت عايزين نرحل ميعاد المباراه ساعتين ثلاثه عشان درجة الحرارة. محدش يقدر يتحمل درجة الحرارة الأربعين، فوق الأربعين درجة الحرارة بتتخطى الأربعين. للأسف مفيش رد علينا لحد دلوقتي، مفيش، الخطابات بتروح تقريبا، مفيش حد بيرد علينا، مفيش رد. معرفش هل الناس مش فاضية، هل احنا بنبعت مثلا مش عارفة في وقت، معرفش هل التوقيت مثلا الزمالك بيبعت فيه مثلا بتوقيت صعب مثلا ولا ايه، ولا مثلا الطلب اللي بيروح. الموضوع غريب والله بجد، الموضوع غريب. اللي هو انت مثلا الخطاب بيوصل لك تحطه في الدرج، ولا بتودوا بجد الخطابات فين؟ طب ولا انتوا بجد الموضوع بالنسبه لي غريب جدا. انا بعت لك خطاب انت بتردش عليه ليه؟ يعني انا اصلا بقول لك مباراه مش مؤثره، لا هي مؤثره على النادي اللي هلعبه، ولا هي مؤثره في جدول الدوري، ولا هي مؤثره في اي حاجه اصلا، ولا هي مؤثره على حد. خلاص ما الدوري انتهى، يعني الدوري انتهى والناس خلصت دنيتها والناس احتفلت وكله خلص، يعني مباراه يعني تحصيل حاصل مش محتاجه اي حاجه. فانت لو غيرت ميعادها مش هتأثر في أي حاجة، يعني لا في نادي هيتضرر ولا في نادي هينجح مثلا ولا أي حاجة. فلو في حد هيتضرر هو لعيبتي، أنا شايفة كده. لو في حد هيتضرر من الموضوع هو لعيبة نادي الزمالك. فالجو صعب جدا على اللعيبة، فأتمنى إن الماتش ده يتأخر لو سمحتم ساعتين أو ثلاثة، كفاية لحد كده. كفاية أصلا إن اللعيبة بتتحمل تلاحم المواسم، وانه اطول دوري في العالم قاعد 11 شهر. 11 شهر اللعيبه دي عماله تلعب، 11 شهر اللعيبه دي ما بتريحش، وبعد كده رحت دخلتني في كاس يعني تفاصيل كتير. فلما اقول لك رحل لي المباراه مش هتفرق في حاجه، يعني بقول لك رحلها لي ساعتين ثلاثه، الموضوع مش هيأثر في حاجه. خليها عادي زي باقي المباريات عادي، الساعه 9 بقى المباريات عادي بتتلعب الساعه 9 وما فيهاش اي حاجه. بقول لك يعني عادي مش هتاثر في حاجه، كده كده الدوري انتهى والناس خلصت واحتفلوا والدنيا تمام، كل الاوضاع بقت كويسه. مباراه لا هي مؤثره على طلائع الجيش، ولا هي مؤثره كمان على الـ على الـ على الزمالك، ولكن حتى توقيت ان الناس تتفرج على المباراه من اجل الاستمتاع كرويا بالمباراه، وان الناس تكون خلصت شغلها وتعرف تتفرج على المباراه الساعه 9، اعتقد تكون الناس خلصت اشغالها وتقدر تتفرج على الماتشات بتاعتها. يعني انا عايزه اتفرج على فريقي، فاحسن لي ان انا اشوف فريقي الساعه 9 بالليل مثلا، ده احسن لي كتير جدا ان انا اقدر اشوف فريقي. ولو الناس عايزه تروح تحضر الماتشات الجماهير برضو الموضوع يبقى صعب عليها جدا، ان هي حضراتكم عارفين طبعا الجماهير بتخش قبلها بوقت، فالجمهور لو الماتش الساعة 5
فالجمهور لازم يخش مثلا قبلها بساعتين ولا حاجه، بيبقوا موجودين من قبلها، فالموضوع برضه هيبقى صعب عليهم جدا. فانت بتتكلم ان الناس تبقى موجوده من الساعه 3 او من الساعه 4، ده برضه صعب جدا في درجه الحراره دي. احنا مش جايبين الناس نعذبهم، ده ماتش كوره، الناس جايه تستمتع وجايه تهتف وتشجع فريقها، فمش مستاهله كل ده. فلو بقى الساعه 9 والناس راحت في جو رطب والدنيا كويسه، هيبقى اسهل لنا واسهل لكم واسهل كمان لجماهير نادي الزمالك، ويبقى الوضع احسن كتير بصراحة. هو كده أصلا الوضع بقى سيء جدا، أتمنى أن الأمور كتير جدا 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 إن شاء الله تتغير على الموسم الجديد إن شاء الله في الدوري. كده بكون خلصنا كلام النهاردة إن شاء الله، أتمنى أنه يحصل أي استجابة بإذن الله. تعالوا مع بعض نشوف التقرير ده عن فوز فريقنا على زد، ونرجع ونبدأ أخبارنا. نبدأ أخبارنا من عند فريقنا ومن عند الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، اللي منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة بعد خوض مباراة زد مساء أمس الخميس في مسابقة الدوري. فريقنا هيستأنف تدريباته يوم الحد اللي جاي الساعة 6:30 مساء على ملعب النادي، وده استعدادا للقاء طلائع الجيش يوم الأربعاء اللي جاي في إطار مباريات الجولة 33 لمسابقة الدوري. تعالوا نروح لعمر أبو العز مدير الإداري للفريق، واللي كشف عن غياب مصطفى شلبي وناصر منسي ثنائي الأبيض عن مباراة طلائع الجيش اللي جاية في مسابقة الدوري الممتاز، وده طبعا الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء. مصطفى شلبي وناصر منسي حصلوا على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة زد اللي كانت امبارح باستاد القاهرة الدولي. هنستقبل التليفون من كابتن محمود الخواجه نجم ولاعب نادي الزمالك السابق. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير. ازي حضرتك عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. الحمد لله تمام. يا رب دايما بصحه وسلامه. ان شاء الله. عايزه يعني طبعا عايزين الاول يعني قبل ما اروح للزمالك عايزه اسال حضرتك على المنتخب الاولمبي، وشفت امبارح المباراه عامله ازاي، وشفت الخساره كمان خصوصا ان هي خساره طبعا كبيره بعد خروج زيزو. والله وحسيت ان احنا بصراحه يعني ما كناش نستحقها يعني. بصراحه على اللي شفناه في الماتشات اللي قبل دي، لا النتيجه دي غريبه علينا قوي، وما كناش يعني ما نستاهلهاش، لان هم ظهروا بمستوى كويس، ولكن انا شايف ان هناك اسباب يعني. وانا مش ببرر لهم حقيقي يعني. انما هم لعبوا الماتش اللي قبل دوت ساعه ونص. او اللي هو الاكسترا تايم، فكان في اجهاد زاد ان كان في عندك لعيبه برضو عندها الانذارين وفتره الانذار يعني في اللعيبه الطرف دوت. يعني اسفل لمقاطعه حضرتك، هم لعبوا في مباراه براجواي وقت اضافي، وفي كمان فرنسا وقت اضافي. ما هم ماتشين ماتشين، فده كله ده تاثير بدني كان جامد عليهم يعني، كان ضغط بدني عليهم جامد. الحاجة الثانية ان لما تيجي تبص على الدكة بره يعني، برضه الراجل قال الله يكون في عونه يعني، الدكة بره مش ما فيهاش البدلاء اللي هم ينزلوا يغيروا من نتيجة ماتش او يغيروا من اسلوب طريقة لعب، فده برضه كان ليه تأثير يعني. فعايز اقول ان يعني فرقة مصر ما تستاهلش الخسارة دي، ولكن الخسارة دي كان لها اسباب. احنا عندنا برضه انها دفاعية، ما زال في عندنا اخطاء دفاعيه كتير قوي، وكانت الماتش بتاع امبارح ده كان بالذات الاخطاء باينه قوي، اولا هم طوال، وانا السيرت باكين اللي عندنا مفيش غير خالد حسام بس، وطارق ده قصير يعني الاجسام هناك الطول بتاع الفرقه الثانيه طوال، وبيلعبوا بدماغهم كويس قوي، يمكن معظم الاجوان اللي جابوها بالكرات العرضيه وكده. فيعني انا شايف ان ما كانش في توفيق بالنسبه لنا. فالواحد يعني انا حزين طبعا، لان مش ما نتغلبش بالمنظر دوت، لان الولاد عملوا مجهود جبار جدا الماتشات اللي قبليه، فكان المفروض يعني ان احنا نبقى كنا نعمل حساب الماتش ده كويس قوي، كنا المفروض نحترمهم اكتر من كده.
عشان نقدر نلعب قدامه. هنا انا كان واضح ان احنا نازلين خايفين من فرقه المغرب، وده برضه من عوامل، من العوامل اللي خلتنا برضه ادت ان احنا مش نازلين خايفين منهم يعني. فشايف ان يعني فرقتنا قول لهم مصر لك، وقول لهم في نفس الوقت يعني برضه تشكروا على اللي انتوا عملتوه في ظل الظروف اللي موجود فيها عموما. الدوري العام بتاعنا ودور الدوري العام بتاعنا، ويعني كان في حاجات كتير قوي ليها تأثير سلبي على الـ على الـ على المنتخب الأمني. بس إصابة زيزو طبعا يعني إصابة زيزو دي لها برضه اتأثرت، يعني أول ربع ساعة بيتعور. فيعني أنا بنقول لهم هارد لك، وهي النتيجة كبيرة علينا شوية، إن مصر يعني مش إحنا مش لا احنا من الفرق التقيلة في أفريقيا، ولكن كل ماتش بيبقى ليه ظروفه، ويعني بنقول لهم هارد لك، وإن شاء الله اللي جاي يبقى أحسن. يا رب إن شاء الله. ومش عايزين بقى نحمل بقى يعني الجهاز الفني، ولا نحمل يعني ما يجوش بقى الفني يعني عشان خسر يعني يوم يعني يحصل بالعكس حاجات يا كده. كابتن، رغم الخسارة امبارح، ورغم يعني فارق النتيجة، ولكن ما شفتش هجوم كبير على ميكالي. الراجل بيني وبينك هو الراجل يعني، ما انا قلت لك هو معذور، هو مكسر، هو بس يعني نقدر نقول حاجة كده هو عملها اختياراته يعني يتحملها هو. يعني انا شايف ان في لعيبة ما كانتش بتلعب في انديتها وكان واخدها يعني، لا انا عايز اعرف يعني بس مش كل الأندية يا كابتن اديت له المساحة ان هو يختار، ومش كل الأندية اديت له اللي هو عايزه، المساحة بالظبط اللي هو عايزه. ما بالظبط بقول لك انا يعني مش قادرة برضه احمله المسؤولية دي، وفي نفس الوقت فعلا مش عايزين ندخل في التفاصيل دي، لان هي تفاصيل تضايق جدا. ما هو طبعا تضايق. حتى انا هقول لك على حاجة، لو كنا ما اتغلبناش كده، او كنا اتعادلنا، او كنا اتغلبنا، يعني ما كنا برضه هنقول الاسباب دي، لازم كنا نقولها، لان ما ينفعش الحاجات تتعدي كده. ما احنا مشكلتنا ان احنا لما يعني لما بيحصل مصيبه نقعد لا انا بقول لي لو حتى لو كنا كسبنا كان لازم نقول الكلام ده، لان هو في اختيارات، لان هو كان يعني مضطر ان ياخدها، لان ما كانش اعتقد في يا قدامه. كابتن المكسب كان هينسي، يعني المكسب كان طبعا هيخلينا ننسى بقى وخلاص، والانديه اللي ما رضيتش تودي لعبتها، والانديه اللي ما ادتكش مساحه. انا بقول لحضرتك لو كنا كسبنا كان لازم نقول الاسباب دي، كان لازم نقول الاسباب دي برضه حتى لو كنا كسبنا، لان كده ما حرام، ما ينفعش يعني. هو مجهودهم راح في الماتش الاخراني، رغم ان احنا كلنا كنا متفائلين، وعلى فكره انا ما زلنا متفائلين بيهم، لانه طبعا مجموعه مش وحشين، مش وحشين يعني، كويسين، لعبه كويسين، وقدروا ان هم يعني يثبتوا وجودهم الفتره اللي فاتت في بطوله في الاولمبياد، فعشان كده احنا متفائلين بيهم. انما عايز اقول ايه، اذا كان هناك اخطاء، وطبعا هو في هناك اخطاء لازم نتداركها سواء اداريه او فنيه، لازم نتدارك ده كله. طبعا بنقول لهم هارد لك طبعا، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن ان شاء يا الله. رب. وجزء منه برضو يعني يتحمله المقيمين على الكرة، في ان احنا ما عندناش دوري طبعا منتظم، وان احنا بنلعب 11 شهر، وانه لو كنا احنا بنخلص في ميعاده بنبدا في بالظبط، ميعاد، كان زمان الانديه برضو او على معظم الاقل الانديه اتاحت ليك الفرصه بانك انت تقدر بالظبط تختار اللعيبه اللي انت عايزها. بالظبط كده عايز اروح يعني معاك كلام. يا كابتن للزمالك، وشفت ازاي طريقه واداء الزمالك امبارح امام زد. والله طبعا هو الماتش اللي فات يعني الماتش التاني ماتش بنكسبه ورا بعض، او تالت ماتش، ثالث. ودي حاجه كويسه. الاول كنا بنمشي على سطر وبنزيد سطر، فطبعا هو تدارك الاخطاء القديمه اللي فاتت يعني بتاعت الماتشات اللي كنا ادائنا فيها ممتاز يعني، لان هو جه في ماتشين مستر جوميز عمل يعني المفروض ان هو يعني هو طبعا في المطبخ هو، بس احنا يعني بيبقى ان احنا يعني لعبنا ومرنا ايه لا حرامي 8 لعيبه صغيرين في ماتش واحد، وده كان من الاخطاء اللي اتعملت يعني، لان انا ما اجيش النهارده عشان ادفع بثمانيه مره واحده في ماتش مع فرقه بتصارع وعايزه تتواجد في الدوري زي ما مع ماتش البلدية المحله،
ومع ماتش وماتش تاني برضه اللي بعدين، بس انا مش متاكد تاني ماتش. فكل دي توقعت اخطاء، وكل ده اثر بالسلب على الفرقه وعلى معنوياتها في الماتشات اللي بتتلعب. انا النهارده انت النهارده يعني المفروض ان هو كان يعني في وقت امتى ادفع بالولاد الصغيرين، مهم جدا. ده دي حاجه يعني، وهو اكيد سيد العفين راجل مدرب وليه جولاته وليه خبراته. يعني انا لما كنت انا بدفع بولد ادفع مثلا اكون فرقه كسبانه، انزل يتساعد من زمايل الكبار اللعيبه الكبار اللي في الفرقه، انما ما اجيش انزل انا منزل ثمانيه مره واحده، مين هيساعد مين؟ فانا يعني فدي حاجات كلها وصلتنا ان احنا يبقى مستوانا متذبذب. طبعا احنا كنا بنتكلم بالنسبه للنظام الدوري عندنا، وانه قاعد لغايه دلوقتي بيتلعب دوري لغايه دلوقتي ولسه ما خلصش. يعني حرام، اصل اللعيبه دي يعني مش مكن، يعني ده دي ناس بني ادمين اللي اه طبعا المكن بيرتاح على فكره، بنلمسه بن 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 يعني يوم ولا يومين وبعدين بيريح يوم ويعني ما هو ده سبب برضو يا كابتن، انه اولا ده سبب طبعا انه خلاه يدفع بعدد كبير طبعا من الناشئين، انه ريح عدد كبير من الاساسيين، لانه برضه ما كانش في الحسبان انه في كاس مصر. ما هو النهارده في كاس مصر وبيعتذر عن مش عايز يلعب كاس مصر. لا هو مش معتذر عن كاس مصر، هو هو متضايق المواعيد. المواعيد ايوه معاكي. فهي العمليه كلها عمليه تنظيميه اداريه بحته. فالنهارده يعني حرام ان اللعيبه دي تفضل موسم 12 شهر ولا 13 شهر بيلعبوا. طب ازاي يعني؟ ما اللعيب ده عاوز برضه يعني جهازه التنفسي والعضلي لازم يرتاحوا عشان اقدر ابتدي موسم تاني واقدر انتج تاني. لازم يفصل يا كابتن. لازم اللعيب يبقى عنده اشتياق للكوره. يعني لازم يبعد عنها عشان يجعلها مشتاق، عايز يهد. انما النهارده اما يلعب هو متواصل كده، احنا بقالنا كام سنه بنلعب متواصلين؟ ثلاث سنين. من ايام كورونا. من ايام كورونا كده صح، لما قلنا حتى كورونا يا جماعه الغوا الدوري او الدوري للنادي الاهلي ووقفوا وخلاص، والدوري لغايه كده ونبتدي موسم جديد بمواعيد جديده تخلص زي الناس اللي بتلعب وتخلص الدوري بتاعها في 7 شهور. ولا انما احنا بنقعد في 11 شهر و12 شهر. لا احنا يا كابتن ده مش احتمال، لا ده 11 شهر فعلا. ده الدوري الانجليزي بدأ وخلص وعملوا وديات واستعدوا وبدوا فترة وعملوا فترة الانتقالات بتاعتهم وظبطوا دنيتهم وصيفوا وعرضنا صور المصايف بتاعتهم وهيرجعوا قريب كمان. بقول لحضرتك احنا عندنا بس الناحية التنظيمية مش كما يجب. يعني او ما يقول لك اصل الزمالك والاهلي بيلعبوا في افريقيا، طب ما الدنيا كلها بتلعب اوروبا، ليفربول والفرق ومانشستر سيتي وكده بيلعبوا ماتشات اوروبا وبيرجعوا عدوين يلعبوا تاني في الدوري بتاعهم. يعني عايز اقول لا، الحاجات دي ما ينفعش. احنا عندنا يعني المفروض ان احنا محترفين دلوقتي يا كابتن. دي لعيبه العالم دلوقتي كلها بتصيف وبتستجم وبتاخد فاصل وعشان ترجع تاني زي ما حضرتك ما قلت، فعلا تبقى مشتاقه فعلا للكره. انا بحس ان اللاعب ده غصب عنه هو لازم فعلا يفصل، ما هو فعلا مش مكنه. طبعا طبعا، وطول ما عليه ضغوط بدنيه وعصبيه هيغلط واداؤه هيهتز وهيزهق، ويعني في حاجات كتير قوي تخلي اللعيب يخرج عن شعوره. لان انا لعبت النهارده موسم كامل بيخلص في وقت محدد باخد الراحه بتاعتي. مين عجبك من الناشئين يا كابتن؟ مين عجبك من اللعيبه الناشئين اللي بيشاركوا الفتره والله الاخيره؟ والله انا كل الناشئين اللي عندنا كويسين جدا، ولكن الدفع بيهم ما يعني ما خلاهمش يطلعوا كل اللي عندهم. ما بس هم كويسين. الدفع بيهم بالطريقه دي اللي هي يعني مش هقول غلط، هو طبعا هو زي ما قلت هو في المطبخ وجاز معاه في المطبخ، فهم شايفين احسن مني. هم عندنا لعيبه كويسين جدا، ولكن الدفع بيهم في وقت مش حلو، يعني مش ملائم ابدا. مش ما ينفعش ان انا ادفع بلعيب والفرقه اداءها ممتاز والفرقه بتخسر والفرقه انت فاهم خسرانين، يعني تقريبا الدوري بعيد عننا
ايوه فكل دي كلها عوامل عن دور بتأثر الخلفية. على الولد الصغير لما تبتدي ماتش او اثنين او ثلاثه بيلعبوا زي ما لعبوا كده والنتائج ما بتساعدهمش، واللعيبه اللي موجوده في الملعب الكبار نفسهم اصلا برضه مضغوطين. طبعا دي كل حاجات دي ليها تاثير، انما هم ولاد كويسين جدا ولكن محتاجين الوقت المناسب اللي يتشاف فيهم. يعني مثلا الحارس بتاعنا الشناوي الشناوي ما شاء الله، يعني لعب قدامه ديفنس كويس، قدامه نص ملعب، لا في الفرقه، فالولد بيطمن. يعني حضرتك مع فكره الدفع بالناشئين ولكن طبعا مش بهذا الكم مره واحده. لا مش اللي فيه ما ينفعش بالطريقه دي، مش هينفع. تمام، يبقى انا بحرقه لو انا بنزل كده بالكم ده زي ما انا بحرق الاولاد دي. تمام، هو اكيد طبعا اللي بيعجبني في الراجل ده على فكره انه بيعترف باخطأه. هو لا جوميز من المدربين اللي بيعترفوا باخطائهم. انا بشكرك. وبعدين النهارده انا شايف ان هو معاه جهاز، يعني اكيد بيلجأ لهم. اكيد طبعا كابتن احمد مجدي وكل الجهاز اللي معاه، وعبد الواحد السيد والناس اللي معاه وكابتن عبد الواحد، فيعني اكيد بيبتدوا الطريق الصح. اكيد طبعا. فيعني المهم ان احنا يعني المواضيع دي او الاخطاء دي يعني كل التوفيق ليهم يا رب ان شاء الله. ناخدها معانا يعني، ناخدها ان شاء الله كده نحطها قدامنا عشان ما تكررش تاني يا رب ان شاء الله. بشكرك جدا كابتن محمود الخواجه نجم ولاعب نادي الزمالك السابق، بشكرك جدا على وجودك معنا. طبعا نرجع ونستكمل باقي اخبارنا ولسه مكملين معاكم اخبار نزيلة. تعالوا نروح للدكتور محمد اسامه رئيس الجهاز الطبي للفريق، واللي كشف عن حاله الثلاثي المسلوسي وعمر جابر ومصطفى شلبي ثلاثي الابيض بعد استبدالهم في مباراه زد واللي اقيمت امبارح في مسابقه الدوري الممتاز. رئيس الجهاز الطبي اوضح ان الثلاثي بيعانوا من اصابات مختلفه. اشتكى مصطفى شلبي من الام في العضله الخلفيه، بينما تعرض حمزه المسلوسي لاصابه بالشد في العضله الخلفيه. عمر جابر بيعاني من اصابه بشد في العضله الاماميه. كمان الدكتور محمد اسامه اشار الى ان الجهاز الطبي اتفق مع الجهاز الفني على استبدال الثلاثي وعدم المجازفه باستمرارهم في الملعب للحفاظ عليهم. لسه مكملين من عند الجهاز الطبي للزمالك واللي بينتظر عوده نجم الفريق زيزو لخضوع لفحوصات طبيه بعد الاصابه القويه اللي تعرض ليها مع المنتخب الاولمبي في مباراه المغرب في اولمبياد باريس 2024 وسببت في خروجه مبكرا من اللقاء. الجهاز الطبي للزمالك قرر اخضاع زيزو لفحوصات طبيه مكثفه لتحديد حجم اصابته وموقفه من العوده للتدريبات. فريق الابيض خاصة طبعا لان زيزو طبعا هو واحد من العناصر الاساسية والركائز الاساسية اللي لا غنى عنها طبعا في صفوف القلعة البيضاء. طبعا اتمنى ان يكون اصابة بسيطة باذن الله ويكون زيزو موجود ضمن الفريق صفوف الفريق الاول. خلونا نختم اخبارنا من عند احمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك واللي كشف عن حقيقه رحيل الاوغندي متيابا لاعب الفريق عقب نهايه الموسم الحالي. احمد سالم كتب عبر حسابي الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ردا على ما يثار من شائعات حول رحيل متيابا لاعب منتخب اوغندا. لازم التنويه، اولا تعاقد نادي الزمالك مع اللاعب على سبيل الإعارة بنية الشراء في الانتقالات الشتوية الماضية، وقام بسداد مبلغ 30,000 دولار فقط لا غير لناديه مع إمكانية الشراء في نهاية الموسم مقابل 150,000 دولار. ثانيا تم استطلاع رأي المدير الفني جوزيه جوميز حول تفعيل عقد الشراء، إلا أنه أكد انه لن يعتمد عليه في ظل رغبتي في الاعتماد على ناشئي النادي الذي يرى فيهم مواهب تستحق ارتداء فانيله الزمالك. ثالثا اجمالي ما تقاضى اللاعب من خزينه الزمالك منذ توقيعه في يناير 1,600,000 جنيه مصري
بما يعادل 32,000 دولار فقط لا غير، وتم توجيه الشكر له بعد أن تنازل عن جزء من مستحقاته والاتفاق على جدولة ما تبقى، وهو مبلغ 700,000 جنيه مصري، وده هيكون على قسطين في نهاية العام بما يعادل 14,000 دولار. طيب احنا طبعا بنتمنى للاعب كل التوفيق، وبنناشد الجميع تحري الدقة فيما ينشر من أخبار وأرقام مضللة تهدف إلى إثارة الجدل سعيا وراء الترند. بعد ما خلصنا أخبار نادينا نروح لمجموعة من الأخبار المتنوعة. كشفت صحيفة ليفربول إيكو أن نادي ليفربول يستعد لتلقي عروض في الميركاتو الصيفي الحالي من أندية الدوري السعودي للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق بعروض قد تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون جنيه استرليني. وأشار التقرير إلى أن الريدز يواجه معضلة بشأن مستقبل ثلاث لاعبين أساسيين وهم فان دايك، أرنولد، وصلاح الذين يدخلون السنة الأخيرة من عقودهم. الدولي المصري تريزيجيه المحترف ضمن صفوف فريق ترابزون سبور التركي قال إن فريقه لم يستحق الخسارة بهدف نظيف أمام فريق رابيد فيينا النمساوي في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي. وقال تريزيجيه في التصريحات بعد المباراة: لم نكن نستحق الهزيمة في المباراة، ولكن الأمر ما زال قائما ولم ننتهي بعد. لدينا القوة لتحقيق الفوز في النمسا الأسبوع المقبل والتأهل للدور المقبل. بعد ما خلصنا أخبارنا المتنوعة تعال مع بعض نروح لمجموعة من أبرز أخبار أولمبياد باريس 2024. ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية قرر إحالة لاعب المصارعة محمد إبراهيم كيشو إلى لجنة الهيئات والأندية والقيم للتحقيق فيما نسب إلى اللاعب من تصرفات غير مسؤولة، وذلك بعدما انتهاء مشاركته في منافسات دورة الألعاب الأولمبية وقبل ساعات من رحلة عودته لمصر. وكلف إدريس علاء جبر رئيس البعثة المصرية وعبد العزيز غنيم للتحقيق في غياب اللاعب، بعدما افاد رئيس اتحاد المصارعه ورئيس وفد المصارعه ان اللاعب غادر البعثه باذن من رئيس وفد المصارعه لمشاهده المباراه النهائيه للمصارعه في وزنه، ولم يعد المقر لمقر البعثه واغلق هاتفه. في حاله ثبوت مخالفه اللاعب العقوبه قد تصل الى الشطب النهائي واستبعاده من ممارسة اللعبة محليا ودوليا. شهدت منافسات المصارعة الحرة في أولمبياد باريس اليوم الجمعة خسارة اثنين من المصارعين المصريين هم عمرو رضا وضياء الدين جودة. عمرو رضا خسر قدام لاعب الصين بنتيجة 14-4 في ثمن نهائي منافسات وزن 74 كيلوغرام، بينما خسر ضياء جودة أمام لاعب أزبرجان بنتيجة 4-0 في ثمن نهائي وزن 125 كيلوغرام. وبينتظر عمرو ضياء لاعبة الصين وأزبرجان إلى النهائي لكي يتمكن اللاعبان المصريان من اللعب في منافسات الطردية أملاً في حصد ميدالية برونزية. نجح أحمد الجندي لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث في التأهل إلى نهائي أولمبياد باريس في منافسات الخماسي الحديث بعد احتلال المركز الأول في المجموعة الأولى
بعد انتهاء منافسات الليزر وركوب الخيل والسباحة والسلاح، وكان الجندي لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث، قد احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى بعد انتهاء منافسات الفروسية ضمن منافسات الخماسي الحديث في أولمبياد باريس 2024، بينما أنهى منافسات السلاح ضمن أحد ألعاب الخماسي الحديث في المركز الأول مقرر برصيد 245 نقطة أمس الخميس. طبعا أملنا كبير جدا جدا فيك طبعا يا جندي، وإن شاء الله تحقق لينا أنت بإذن الله يا رب ترجع لنا من أولمبياد باريس بالذهب. احنا كلامكم خلصنا واخبارنا، هنطلع فاصل قصير وبعدها نرجع ونستقبل كابتن محمد جمال نجم ولاعب نادي الزمالك السابق. ورجعنا لكم مره ثانيه، بنستقبل ضيفنا كابتن محمد جمال نجم ولاعب نادي الزمالك السابق. منور الدنيا يا كابتن. مبسوط ان انا معاكم تاني في قناه الزمالك بعد فتره. بيتك طبعا. مبسوط ان انا معاكي من جديد يا مها. على طول طبعا منور، وطبعا بيتك قناه نادي الزمالك ودايما منورنا ودايما بنستمتع طبعا بارائك. الله يخليكم، واتمنى ان هي تكون حلقه موفقه واللي يتفرج علينا يستفاد منها ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. عايز ابدا معاك من المنتخب الاولمبي وبعد كده نروح للزمالك، بس عايز اتكلم على مشوار المنتخب الاولمبي من اول الدومينيكان لحد الخساره امبارح امام المغرب. بصي انا اتحطيت في نفس الظروف دي، منتخبنا الجيل بتاعي لعب كاس عالم هنا في مصر، ابتدينا كويس جدا وفنشنا يعني بنتيجه برضو ما كانتش جامده، كانت 2-1 ضد اسبانيا وكانت بطل اوروبا برضو. أنا مش عاوز الناس تتحمل قوي على اللعيبة، اللعيبة كتر خيرها، طبعًا نتيجة كارثية، يعني كلنا زعلانين من امبارح وما نستحقش النتيجة دي كلها، بس ده وارد في كرة القدم. أنت عندك سكواد برضو مش زيهم، هم عندهم سكواد جامد جدًا، واللي فرق ما بيننا وما بين ماتش فرنسا اللي قبليه، اللي أنت لو عندك سكواد كويس واحتياطي هينزل يعمل لك الفارق، كنا كسبنا فرنسا وفضلنا كسبانين وكنا ممكن نوصل النهائي. بس للاسف من بعد ماتش فرنسا خلاص، انت ناس كتير قوي، احمد عيد مصاب، عمر فايد موقوف، زيزو بيلعب وهو رجله فيها شك، النني طبعا عمل مجهود خرافي طول البطوله وما كانش جاهز بنسبه 100%، فده طبيعي، ده طبيعي، خلي بالك ده علم، مش الموضوع مش كوره وبس، لا، لو انت عندك سكواد كويس، لو مستر ميكالي كان خد مثلا عمر الساعي وحسام اشرف زي ما كنا بالنادي، ان الاثنين دول لعيبه منتخب اولمبي عليهم علامه استفهام، عمر الساعي لعيب مؤثر جدا في نص الملعب، حسام اشرف قدام مع اسامه فيصل قوه ضربه كبيره جدا، كان عليهم لغز كبير جدا ازاي دول ما يتاخدوش، وانت كمان محتاج لعيبه كبار ومش لاقيهم، يعني مش عارف تاخد من الزمالك، مش عارف تاخد من الاهلي، مش عارف تاخد بيراميدز، حتى المحترفين مش عارف تاخد منهم. بمعنى ايه مش عارف ياخد من الزمالك؟ الزمالك برضه هو خد زيزو، تمام، خد زيزو، خد شحاته، وخد زياد كمال، وخد حسام عبد المجيد، حلو، بس كان عاوز ياخد، ممكن ياخد لعيب تاني كبير، انا مش بتكلم على الاولمبي كده، بس انا بتكلم ان الزمالك مديله اربع لعيبه بالظبط، ولو طلب ست لعيبه انا عارف الزمالك طول عمره هيديله طبعا، طول عمره بيمد المنتخبات كلها من ايامنا احنا، جيلي والجيل اللي بعديه واللي بعديه، عمره ما بيقف يعني قدام مصلحه المنتخب طبعا، مصر طبعا غير الناس يعني التانية. انا مديله اهم لاعب في الدوري زيزو، تمام، وزيزو اهم لاعب طبعا عندي، وانا في الدوري طبعا محتاجه، واتصاب، تمام، بس انا كان وجهه نظري اللي مع زيزو كان لازم اتنين كمان، يعني بحترم النني جدا ولعيب كبير وله خبرات، بس ما كانش وقته، النني ممكن كان حل ثالث حل رابع، بس كان لازم يبقى فيه مدافع قوي، يعني لو الونش موجود، انا متاكد لو الونش موجود، ما انا بقول لك لو الونش مش مصاب كان نمره واحد لازم يروح، نمره اتنين في مصر ممكن يكون محمد عبد المنعم دلوقتي، لان حمزه المسلوسي للاسف تونسي، فمش هينفع، فانا شايف يعني الدوريات المصريه للاسف ما فيهمش يعني لعيبه سوبر زي الاول، كنا ممكن نحتار ناخد ده ولا ده ولا ده، لدرجه ان هو الراجل ان بعض الانديه ماشي ما كانتش سامحه بشكل كبير بفكره السماح للاعبتها ان هي تلعب في ممكن مثلا يكون الثنائي اللي كان بينافس فوق
طب بقيه الدوري فين؟ ما انت لو خدت من سيراميكا مش هيقولوا لك لا، لو خدت من انبي مش هيقولوا لك لا، لو خدت من المصري مش هيقولوا لك لا، بس للاسف فجوه كبيره جدا جدا ما بين المهاجمين في الزمالك والاهلي وبيراميدز وبقيه الفرق. انا شايف مستر ميكالي اتظلم ظلم جامد جدا. انا كنت قلقان الحته الاخيره دي، لان زي ما قلت لك كده انت كنت ابتديتي كويس قوي في فرنسا وكنت فايزه، وجينا في الدقيقه 70 الراجل الناس مش قادره وهو ما عندوش بديل كفء ينزل يشيل لك المباراه، فهو اخر جدا التغييرات. فانا بقول ده وارد، هم الناس شرفونا طبعا، رابع اولمبياد دي ما حصلتش من 60 سنه. طبعا النتيجه قاسيه جدا، بس ده طبيعي. انا عندي واحد مثلا عنده سكواد كله زي بعض، اللي بره زي اللي جوه. عندك انت فجوه كبيره جدا في المنتخب، عندك 5-6 مميزين، ولو وقعوا زي زيزو كده ما في بدايه المباراه طلع في الدقيقه 12، فطبعا كانت دي مشكله كبيره قوي لمستر ميكالي والجهاز الفني. رب ضر نافع، احنا عاوزين نبني بقى على الاخطاء دي، عاوزين نتعلم، عاوزين البطوله اللي جايه ان شاء الله كمان 4 سنين نبقى عاملين قوام كويس جدا للمنتخب الاولمبي بتاعه. عاوزين كمان اي حد اي منتخب يبقى محتاج لعيبه، المنتخب ده البيت الكبير بتاعنا، ما ينفعش يبقى الاب او الام محتاج حاجه من ابنائه وابنائه يبخلوا عنه. لازم يبقى قرار صارم من وزاره الرياضه. المنتخبات لها الاولويه طبعا، زي كان الاول اجيالنا واجيال اللي قبلينا واللي بعدينا كلهم كان تحت امر المنتخب. فيعني رب ضر نافع، احنا طبعا زعلانين جدا من النتيجه القاسيه، ما يستحقوهاش. عملوا بطوله هايله لحد ماتش فرنسا لاخر 10 دقائق، كانوا هم اللي ممكن يوصلوا النهائي. مباراه بتاعت فرنسا عدت، المباراه الثانيه طبعا انا كنت قلقان منها، وبالذات كمان المدافعين حسام عبد المجيد عمل بطوله كويسه جدا، تحمل على نفسه. كويس حضرتك بتتكلم على موضوع حسام عبد المجيد، عشان في بعض المقدمين البرامج وكباتن في نفس الوقت بيلقوا هجوم على حسام عبد المجيد، اللاعب الشاب الموهوب اللي من قطاع ناشئين نادي الزمالك، لاعب المنتخب الاولمبي. لا، هو عمل بطوله كويسه جدا، اخطائه كانت قليله. هي المشكله مين اللي جنبه؟ معلش انا مش زيزو لوحده هيحارب لوحده، تمام؟ لازم يبقى ابراهيم عادل معاه، لازم النني، لما بيبقوا دول فايقين مع بعض بيعملوا الفارق. بس ما ينفعش زيزو يبقى لوحده، وابراهيم عادل يبقى لوحده، والنني يبقى لوحده، ما ينفعش حسام عبد المجيد يبقى لوحده. يعني كان هو عمر فايد كانوا الاثنين شايلين بعض شويه. احمد عيد خبرات كبيره جدا، غيابه اثر على المنتخب طبعا. فمحمد طارق، يعني من اللعيبه اللي انا وجهه نظر متواضعه ما ينفعش يلعب سرد باك، ولا قوه ولا طول ولا سرعه، اخطائه كتيره متكرره. فانا مش عاوز اتحمل على الولد، بس هو لعيب يعني نقول لعيب فوق المتوسط. فاللعيب من فوق المتوسط ده ما ينفعش يلعب منتخب اولمبي بحجم منتخب بس مصر. بس مش عايزين نتحامل عليه. لا يعني انا مش عاوز اتحامل عليه، محتاج بعض من الخبرات، بس مش عايزين نتحامل عليه. بس محمد طارق برضه لعيب، بس كان لازم عندك بدايل. يعني معلش ما ينفعش يبقى حسام عبد المجيد وعمر فايد والثالث بتاعهم محمد طارق وبس، لازم يبقى فيه كان عنده بدايل كتيره. انا يعني مش عارف ليه ما خدش مستر ميكالي. في لعيبه انا كنت شايف اللي هي وجهه نظري اللي هي كانت تبقى احسن، على الاقل يتقل الدكه بتاعته. بس يعني معلش زي ما شرفونا، زي ودانا له حقهم. بالحارس حمزه علاء كان عامل برضه بطوله قويه كويسه جدا، بس برضه يعني بصي انا زي ما بنقد يعني الاهداف امبارح بصراحه كانت صعبة. فعلا صعبة جدا وغصب عنه، واحتفالات لاعبي منتخب المغرب يسألوا عليها. تمام ماشي. هي يعني هقول لك حاجه، احنا زي ما شدنا بيهم ودينا لهم حقهم وعليناهم جدا الفتره اللي كانت قبل ماتش فرنسا وكده، لا احنا من حقنا برضو اللي احنا عليهم اللي احنا ننقد اما بنشوف فيه اخطاء. طبعا. تمام. فالطبيعي دلوقتي بنتكلم على فرض هنتكلم على حمزه علاء، عمل بطوله هايله وكويسه جدا، بس للاسف اخر ماتشين دخل فيه 9 جوان. فبرضه يعني جون كويس وكل حاجه، بس لسه عليه شويه. زي محمود الشناوي عندنا، محمود الشناوي الناس كلها جايه تقول هو وهو وهو، طبعا جون مبشر جدا كويس جدا، بس يا جماعه احنا بلاش نقارنه دلوقتي باي جول بقاله 5 6 سنين 10 سنين بيلعب. احنا محتاجين ندعم ومحتاجين نقول له هايل، بس محتاجين في نفس الوقت نقول له احنا لسه انت لسه ما عملتش حاجه.
انت انت بتلعب ده اللي بتكلم فيه ان هو جون كويس جدا بالظبط، احنا بندعمه وبنقول له هايل يعني، ده اللي انا بتكلم يعني كلاعب منتخب اولمبي منتخب مصري وكواليتي كويس. لعيب الكوره زي احنا كل طول عمرنا لعبت الكوره حوالي 28 سنه، زي ما بيقولوا لك برافو وبيسقفوا لك الجمهور، لازم تتقبل النقد، وتيجي فتره تبقى مش مميز او مش موفق، لازم تتقبل النقد، لان احنا في حياه. وبعدين كل الناس عليها اختلافات يعني، ما فيش حد في الدنيا حد موحد يعني. هتيجي تقول حسام عبد المجيد مثلا يعني، ناس كثيره شايفاه اللي هو كويس جدا، وفي ناس ثانيه تقول لك لا ده يعني ما يستحقش المكان اللي هو فيه. فده طبيعي، ده طبيعي. بص يا كابتن، انا مع النقد لما بيبقى تيجي تقول لي والله انا هنتقد مثلا اللاعب الفلاني في 1 2 3 تمام عشان هو عنده مشكله في 1 2 3 بس مثلا. في بعض المحاورين او بعض الاعلاميين او الكباتن لما بيجي ينقدوا ممكن ينقدوا لمجرد انه لعب في الزمالك. لا 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 يعني، لا هم هو موجودين والفيديوز موجوده ومنتشره على الفيسبوك والناس بتشوف، ما عارفين. بس خلي بالك اقول لك حاجه، دي وجهات نظر يعني. انا مثلا لا يا كابتن، ما بتبقاش وجهات نظر، بيبقى القصد منها الهدم للعيبه نادي الزمالك، ما بتبقاش وجهات نظر. لا، حسام لعيب مميز، وبدليل اللي هو بيلعب اساسي في نادي الزمالك بقاله سنتين، بيلعب منتخب اولمبي على طول. لا، لعيب مميز، كل واحد له اخطائه، بس خلي بالك حسام جاي يعني. حسام مستواه دلوقتي غير مستواه من سنتين. اول ما بدا في كاس الرابطه كان فيه اخطاء، وكان مستر فيريرا عدلها له. لسه بيبدا، لسه بيبدا بالظبط. احنا يعني لحد ما حسام او غيره، احنا مش عايزين نتدرج على حسام بس، وغيره هيلعبوا 10 سنين 15 سنه، هيبدا يغلط ويتعلم ويغلط ويتعلم. وضربنا مثلا بزيزو قبل كده لما جه نادي الزمالك، قعد حوالي سنه ونص، مش لعيب مميز قوي، كان بيلعب على فترات، كان طبعا في مكانه لعيبه نجوم كتيره جدا، اما خد الفرصه ولعب باستمرار ولعب كتير، بقى احسن لعيب في مصر طبعا. هو ده انا من وجهه نظري المتواضعه، حسام عبد المجيد كمان 3 سنين هيبقى احسن لعيب، احسن مدافع في مصر، وممكن يبقى في افريقيا كمان، بس لو يطور في نفسه شويه. ما هي دي الفكره، انه طبعا يعني لازم يطور في نفسه شويه، ولازم يلعب على رجليه شويه، توافقات الحاجات دي، التدريبات الخاصه اللي احنا كلنا كنا بنعملها، مش لازم المدرب اللي يقولها لي يعني. فيعني معلش، هارد لك، انتوا شرفتونا، وفي نفس الوقت زي ما اخر حاجه اقولها، زي ما سقفنا لكم قلنا لكم برافو، من حقنا اللي احنا نزعل منكم شويه ونقول لكم مش مكانه مصر اللي تخسر بالنتيجه الكبيره دي، بس لها اسباب، الاسباب كلها الناس الكرويه، الناس المدربين. مين يتحمل المسؤوليه يا كابتن؟ مين يتحمل مسؤوليه الخساره امبارح؟ الجميع، الجميع، من اول اتحاد الكوره لحد اصغر لاعب حتى لو دقيقه، كلهم ما فيش تخطيط يعني. انا اللي بيعجبني في المغرب لا يا كابتن، انا بحس ان ما ينفعش نقارن نفسنا بالمنتخبات الاخرى. ما انا هقول لك ماشي، ما هقول لك حاجه، ما احنا هنقارن نفسنا، لو احنا فضلنا نقول لا احنا مش هنطلع زيهم، مش هنبقى زيهم، هنفضل طول عمرنا. ايه المشكله ما اتعلم؟ ايه المشكله ما الناس دي كلها اتعلمت من مصر؟ اتعلم ازاي يا كابتن وانا بلعب 11 شهر في السنه؟ ما هي دي. بص اقول لك حاجه، لازم يبقى في وقفه من اتحاد الكوره، لازم هتيجي في سنه من السنين، مش لازم الدوري يبقى مجموعه واحده، ممكن يبقى مجموعتين، سنه واحده بس تلعبوا من دور واحد بس، والاول والثاني والاول والثاني يلعبوا على المربع الذهبي، واللي تحت الاربعه اللي تحت يلعبوا برضو على الثلاثي اللي هينزل. ودي وجهه نظر متواضع ولازم تتعمل، لان احنا دلوقتي اللعيبه دول مش مكان، اللعيبه دول محتاجه اللي هو على الاقل بيقعد شهر اجازه سلبيه خالص، ممكن اجازه سلبيه اول اسبوعين، وبعد كده في الاجازه السلبيه الاسبوعين التانيين بيشتغل تقويات، بيشتغل حاجه، بيجري شويه. فاحنا مش مكان، في لعيبه بقى لها 3 4 سنين الدوري متلاحم، ما بيلحقوش ياخدوا كفايته. فانا من وجهه نظري المتواضعه، لازم اتحاد الكوره يحط، انت اللي بترسم الخريطه، انت الاب زي ما احنا اتكلمنا، اللي بتمشي بيتك على مزاجك. فلازم عشان تصلح الاخطاء اللي بقالها 3 4 سنين عمالين ننادي عليها، والدوريات كلها بتخلص واحنا لسه دوري الناس بتبدا واحنا لسه ما خلصناش، فدي مشكله كبيره. هي سنه واحده بس نتفق مع الانديه، الزمالك على راس مجموعه، الاهلي على راس مجموعه، ويلعبوا دوري مثلا 10 فرق مع بعض، بتلعب 9 مباريات بس، غير ما تلعب شوفي كام مباراه مع بعض، 9 مباريات والاخر اول وثاني واول وثاني، وموسم استثنائي، وبعد كده طلع الناس اللي من تحت، ونزل الناس اللي هتنزل من فوق، وخلاص الموضوع انتهى. السنه الجديده هتلاقيك بتلحم وبتشتغل زي الناس ما بتبدا في شهر
اغسطس، انت كمان بتبدا في شهر اغسطس وريحت لعيبتك وريحت لعيبه منتخب مصر، عشان كابتن حسام حسن الفتره الجايه دي عنده شغل عالي جدا، ومنتخبات مصر المنتخب مصر الاول عنده بطولات مهمه، بطوله كاس افريقيا، عاوزين نرجع تاني من يعني شخصيه المنتخب المصري القويه اللي احنا ناخدها من جديد، تصفيات كاس العالم، وان شاء الله احنا هنوصل بشكل مميز. عاوزين بقى مش نوصل وبس، مش عاوزين بقى نوصل هناك ونقول برده ما عندناش سكواد وما عندناش، ونعمل مباراتين كويسين والناس بتقول هايل وبعد كده نخسر خساره ذليله. لا، احنا لازم يبقى فيه تخطيط، ومش عيب اللي انا اتعلم من المنتخب المغربي. المنتخب ده بقى رابع عالم في كاس عالم، ودلوقتي ثالث اولمبيات، فهم ناس لهم تحيه، لهم تخطيط. الاتحاد المغربي لكره القدم هو اللي سايق الليله، في منهم محترفين جدا، في كمان اللعيبه بتاعه الوداد والرجاء والناس المميزه دي ونهج البركات، حتى لو خدوا انت بتشوفي ما بيقدروش يقولوا لهم لا، بيروحوا يعني واجب الوطني اهم من الانديه بمراحل. يا رب نتعلم، عاوزين العدل يمشي على الجميع، الاخوات كلها تبقى زي بعض في البيت، انا ما ينفعش اميز اخ عن اخ تاني، يبقى فيه ظلم فلازم كل حاجه تمشي يعني زي العدل يمشي على اساس اكيد، يعني العدل اساس الملك. اساس الملك. تعال نروح للزمالك، وشفت امبارح فوز ازاي على زد؟ طبعا الزمالك ده عشقنا، ومهما حصل بنحبه، ومهما كنا زعلانين شويه بنرجع المباراه الثانيه، ايه ده هو الزمالك هيلعب بكره وهيلعب النهارده، بينا مستنيين حتى لو هيلعب بالناشئين. بس يعني انا عندي زي ما بحب يعني منتخب مصر قوي وكده، انا نادي الزمالك ده طبعا ده عشق الاول والاخير. انا بتكلم عن نفسي وناس كتير قوي زملكاويه واعضاء في النادي زي ما انا عضو في النادي، ناس عندهم يعني علامات استفهام او اسئله كتيره. يا مستر جوميز هو مدرب، يعني انا شايف اللي هو شاطر ومدرب بيحاول، بس هو لازم يبقى اذكى من كده شويه، في عاوز يحب نفسه شويه، يحب نفسه شويه ويعرف ان نادي الزمالك ده نادي كبير جدا، وتيشيرت نادي الزمالك ده عالي جدا، يعني ما ينفعش مع احترامي. هو طبعا في ماتشات ما بيلعب كامل او بيلعب شبه كامل الزمالك بيأدي بشكل كويس جدا، وحتى على اخر دقيقه تلاقيه بيكسب زي مباراه امبارح. تمام. ما ينفعش يلعب مثلا بست ناشئين وجنبهم ثلاثه اربعه كمان مش اساسيين، ما انت كده بتظلم الناس دي وبتظلم حتى الناس الاحتياطي. انا ممكن العب ناشئ، ممكن العب ثلاثه وسط الناس اللي رجلها في الملعب، وبعد كده اعمل روتيشن كل مباراه، بس في نفس الوقت يعني انا مثلا بضرب مثلا ناصر ماهر وعبد الله السعيد ودونجا، ما ينفعش الثلاثه يقعدوا مره واحده والثلاثه يلعبوا مره واحده، ما ممكن تلعب منهم واحد او اثنين، والماتش اللي بعديه قاعد واحد لعب والتاني اللي ما لعبش يلعب. انت كده كسبت الروتيشن اللي انت بتقول عليه، وكسبت كمان اللعيب الصغير اللي هو ما بيلعب جنب عبد الله السعيد بيلعب جنب ناصر ماهر او دونجا، غير ما بيلعب مثلا جنب اشرف فروقه اللي هو بيلعب مباراه وثلاثه لا، بيلعب مباراه وعشرة لا. تمام، انا بضرب مثل نفس النظام، في لعيبه لعبت يعني صغيره وطلعت ولعبت وادت بشكل كويس جدا، بس الظلم يعني لان التجانس مش موجود، مره واحده يقعد الناس المميزه كلهم ويلعب الناس الثانيه ويجي المباراه الثانيه يعمل. فانا شايفه كمان يعني نتائج مخيبه للامال، نتائج كبيره جدا، للاسف خسرنا 8 مباريات بس لحد دلوقتي، بس احنا يعني قدر ان انت وصلت للثالث ماشي. وبعدين الزمالك معلش انا لما بشوف الجدول ما ينفعش نادي الزمالك يتغلب 8 مباريات في الموسم، دي كارثه، ده ما حصلتش من الزمالك يبقى متوج. اوكي ما حصلتش، بس انت لازم كنت تستفيد من المباريات، يعني ما هو انا عندي ناشئين هستفيد منهم، ما هنرجع تاني ينفع لعب الناشئين كلها مره واحده؟ ما هو ده، خليني اكلمك كأن انا ايه يعني الصوت الثاني، يعني خليني اكلمك كأن انا الصوت الثاني. تمام. هو دلوقتي عنده كاس مصر، والباقي عنده كام مباراه في الدوري، وعنده كم كبير من اللعيبه حلو، وعنده بدايه موسم وعنده سوبر افريقي. تمام. هو انا محتاجه احدد مين معايا الفتره الجايه حلو ماشي، ومين مميز ممكن ابتدي اشتغل عليه. ف خلاص ما انا اللعيبه المميزه كده كده انا عارف الاساسيين دول هم لعيبه مميزه وكده كده مكملين معايا، يعني هو اكيد مش لسه هيبدي رايه في ناصر ماهر
ناصر ماهر تمام. ومش لسه بيدي رؤيه مثلا في عبد الله السعيد تمام. ولا دونجا ولا فتوح ولا زيزو ولكن في لعيبه تانية لا ممكن لسه في كلام يعني فمحتاج يجربه. ماشي انا لو الكلام ده لو هيريحهم كلهم وقال خلاص الناس دي مش معايا انا احترمه يعني احترم قراره احترم قراره يعني لو جه قال زي عبد الله السعيد كده بقاله 3 4 مباريات ما بيلعبش فتمام فانا خلاص تمام بس ما ينفعش اللي هو مثلا مره واحده كان يلعب عبد الله السعيد وناصر ماهر ودونجا زي ما قلت لك في ثلاثه الملعب يلعبوا الثلاثه مع بعض والمباراه اللي بعديها الثلاثه قاعدين طب ما انت عاوز تعمل روتيشن صح طب خلاص ما تلعب عبد الله السعيد مباراه ورايح ناصر ماهر المباراه اللي بعديها عبد الله السعيد لعب يريح وناصر ماهر يلعب دونجا يلعب مباراه ومحمد روشه رؤى مباراه تمام ما يبقاش اللعيبه المميزه كلها في مباراه وانت السكواد بتاعك زي ما بتقول عالي فبتلعب فبتادي بشكل قوي جدا تيجي المباراه اللي بعديها مفيش تجانس مفيش خبرات انا لعبنا قبل كده ما طلعت انا وسط كابتن مدحت عبد الهادي كابتن سامي الشيشيني حسام عبد المنعم كابتن هيثم فاروق وائل قباني الناس دي كانت بتشني تمام ما طلعتش انا لوحدي لعبنا كلنا وسط مثلا مجموعه صغيره مجموعه مش اساسيه بتكلم عن نفسي زي المجموعه اللي قبلينا بواحد السيد طارق السيد ايمن عبد العزيز الناس دي طلعت برضو في وقت لعبوا واحد او اتنين في وسط مجموعه كبيره تمام فاحنا يعني انا مش عاوز اظلم اللعيبه الصغيره عندنا طول عمر الزمالك بيطلع لعيبه كويسه جدا زيه زي الاسماعيلي عاوز برضو ادي الاسماعيلي حقه طول عمرنا من احسن ناشئين في مصر عندنا جواهر في بجد والله بجد بس امتى تلعب يعني التجانس يعني واحد زي مثلا احمد مجدي لعب وكان كويس جدا اول غلطه الناس كلها حملته حمل كبير جدا على فكره طلع زي رفاعي احمد رفاعي على فكره احمد مجدي ورفاعي الناس ما حملتهمش غلط لا لا في ناس كتير انا عضو في النادي وبتفرج هناك الناس بص اقول لك حاجه هي بتقيم على 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 الاخطاء بس ما بتقيمش لعيب مبشر وانا مش مبشر يعني انا شايف احمد رفاعي هو غلط غلطه اللي هو رجع الكره ما كانش عامل سكان ومش شايف بس طول المباراه كان كويس جدا جدا دي حقيقة انا شايف انا شايفه كويس. اللي هو بدا اقوى من حسام عبد المجيد يعني حسام عبد المجيد لما بدا كانت اخطائه كتيره جدا وفي الماتش الواحد كان بيغلط مرتين وثلاثه واربعه بس صبروا عليه لحد ما بقى حسام عبد المجيد اللي هو بيتحط لازم نمره واحد لو حتى الونش موجود هيتحط جنب الونش تمام انا عاوز اصبر على اللعيب عشان كده بقول لمستر جوزيم يعني اصبر شويه على اللعيبه في نفس الوقت لعبهم وسط حد تقيل يعني ما ينفعش يبقى احمد رفاعي يلعب وجنبه مثلا احمد مجدي وقدامه اشرف رؤى وعلى اليمين مثلا لعيب ما بيلعبش وعلى الشمال محمد عاطف اللي انا بديله التحيه اللي هو صبر لعيب مميز جدا وانا كنت بتفرج عليه في التدريبات والناس كلها بيقول لك بعيد وما ينفعش لا يا جماعه لعيب مميز بس ما جاتلوش الفرصه بس ما جاتله الفرصه ولعب مره واثنين وثلاثه لا انا شايفه لعيب جوكر بيلعب باك شمال بيأدي بشكل قوي جدا ممكن يكون الدفاع الحته الدفاعيه مش عنده قوي جدا لانه ما لعبهاش قبل كده بشكل كبير لما لعب هاف رايت امبارح كان مميز جدا وسيبك من جون يعني الجون الجميل اللي عمله على طريقه شيكابالا دي أيوه. الطريقه الجميله اللي احنا بنناقش على الاسطوره بتاعتنا وبنقول له الف تحيه ليك وان شاء الله مستنيينك الفتره الجايه وفتره السوبر محتاجينك فيها يا شيكا وشد حيلك شويه انت محبوب ومعشوق جمهور الزمالك كله فبقول محمد عاطف اما خد يعني أدى بشكل كويس زي سيد نيمار يعني سيد نيمار الفترة اللي فاتت دي كان يلعب مباراة كويسة قوي ويجي بعديها بخمس ست مباريات ما يلعبش خالص ولا يدخل السكور أو حتى يبقى في السكور ما ينزل سيد نيمار بقاله ثلاث مباريات بيلعب باستمرار سيد نيمار أنا وجهة نظري متواضعة رجل المباراة امبارح عمل كل حاجة في الكورة لعب هاف رايت أدى بشكل كويس جدا مصطفى شلبي مصطفى شلبي طلع لعب هو ناحية الشمال وأدى وهو اللي عامل اسيست وعمل كام اسيست امبارح كويس جدا فانا شايف سيد لو اداله سيد كان الفتره الاخيره بس كان متاثر نفسيا كان لو كان عنده كمان حاله وفاه بقاء لله والده كان توفاه الله بس يعني بعديها بس بشويه بس لا شك طبعا ان هو لاعب مؤثر يعني ولاعب كبير طبعا اروح معاك دلوقتي يا كابتن لسؤال حلقتنا النهارده على موقع التواصل الاجتماعي نشوف جماهيرنا ردت علينا وقالت ايه عن فوز الزمالك على زد في بطوله الدوري امس أول إجابة معانا يونس أبو فيح
مساء الخير عليك يا مها. الحمد لله فوز كان مهم للزمالك، لعبنا بروح والعزيمه والاصرار على الفوز، اللعيبه كانت قد المسؤوليه، فوز مهم نقل الزمالك للمركز الثالث. كل التوفيق للفريق الابيض في القادم، تحياتي ليكي ولكل فريق العمل. حسين الزملكاوي مساء الورد يا مها، منور الشاشه. شكرا. كل ماتش بنكتشف لعيبه جديده زي الشناوي الصاعد وغيرهم كتير بيظهروا كل مباراه بيلعبها الزمالك، وهيكونوا افاده للموسم الجديد مع الصفقات الجديده اللي لسه هتيجي، وان شاء الله الموسم الجديد نكون الاول في كل حاجه. زملكاوي وافكه. سامح عزت مساء ابيض وجميل بلون تيشرت نادينا، مساء الفل يا مها وفوز الزمالك. مساء الفل. فوز الزمالك على زد ضروري ومفيد طبعا، وده الطبيعي ان الزمالك يكسب موسم وانتهى ننساه ونركز في الجديد وبطوله الكاس، وان شاء الله الموسم الجديد نشوف الزمالك في شكل افضل. تحياتي ليك ولاسره قناه الزمالك. عاش الزمالك وجمهوره العظيم. كرولوس ناصر مساء الخير والسعاده عليك يا مها. مساء الخير والسعاده عليك يا كرولوس. فوز الزمالك على زد مهم جدا لمواصله الانتصارات وتحقيق الفوز الثالث على التوالي والوصول للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري وانهاء الموسم بافضل طريقه ممكنه، ونستعد بكل قوه وتركيز لمباراه السوبر الافريقي. تحياتي ليك يا مها ولكل فريق العمل. عاش الزمالك وجمهوره العظيم. بشكر حضراتكم طبعا على التواصل معنا. كنت منورنا النهارده يا كابتن محمد جمال. مبسوط ان انا معاكم النهارده. بطمن جمهور نادي الزمالك، عندنا قاعه الناشئين كويسه جدا، ومنهم ناس كمان انا كنت عاوز اتكلم لو في وقت للحلقه. في اتنين لعيبه طلعوا للاسف لروسيا محترفين دلوقتي، ان شاء الله منتخب 2009 يستفاد منهم كابتن حسين عبد اللطيف، محمد ويوسف هشام، لعيبه مميزه جدا بيلعبوا في نادي ريد ستار الروسي. ان شاء الله الفتره الجايه نسمع عليهم اخبار كويسه، ودول من اولادنا من اولاد نادي الزمالك يعني. يا رب ان شاء الله كل التوفيق ليهم وليكم. بشكرك جدا يا كابتن. مشاهدينا كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، طبعا بشكركم على التواصل دايما معانا، وبشكركم على طيب المتابعه. شكرا.